طيب أستاذ سليمان، صباح الخير. يسعد صباحك وصباح الخير للسادة المتابعين والمستمعين والمشاهدين الكرام. صباح الخير أكيد لك أستاذ سليمان ولكل السادة المتابعين والمشاهدين. نتنياهو يجدد من تهديداته وأيضا يعني يوجه الجيش لتغيير الوضع في الشمال، كيف تقرأ المشهد هذه المرة سيد سليمان؟ نعم، يعني واضح الاحتلال الإسرائيلي هو يعني في حالة مأزومة فيما يتعلق في مواصلة هذه الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الحادي عشر أو الثاني عشر. نحن دخلنا الشهر الثاني عشر على التوالي في هذه الحرب، إضافة إلى ذلك ظهور العديد من المستجدات والتطورات سواء فيما يتعلق بالجبهة على الشمال مع الحدود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، أو فيما يتعلق بالضفة الغربية، أو حتى في الداخل الإسرائيلي الذي بات هو يعاني من سلسلة من الإشكاليات الداخلية. الآن باعتقادي يعني التوجهات والتصريحات التي يدلي بها الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان لا يمكن أن نسميها على أنها هي جزء من قرار الحرب، وإنما هي جزء من محاولة الضغط السياسي والنفسي على الإبقاء ضمن حدود وقواعد اشتباك معينة على هذه الجبهة. الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع حتى هذه اللحظة منذ 11 شهرا أن يذهب إلى توسيع رقعة الحرب، لأنه يدرك أن توسيع رقعة الحرب في هذا التوقيت بالتحديد يمكن أن يؤثر على الأهداف الأساسية التي وضعها بالنسبة له لقطاع غزة. باعتقادي برنامج الصهيونية الدينية وبنيامين نتنياهو وحكومته الآن في هذا التوقيت هي تميل إلى حصر المواجهة أكثر على الساحة الداخلية الفلسطينية سواء بالضفة الغربية، في القدس المحتلة، في قطاع غزة، لأن هذا ضمن برنامج الصهيونية الدينية لمحاولة حسم الصراع مع الفلسطينيين. وبالتالي إضافة إلى ذلك هو بنيامين نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي حصلوا على غطاء وشرعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في استمرارية الحرب على قطاع غزة. هذا الأمر باعتقادي هو الذي يجعل الاحتلال الإسرائيلي الآن وبهذا التوقيت ألا يذهب إلى فتح جبهات شاملة، ولكن في ذات الإطار لا يمكن أن نغفل أن الاحتلال الإسرائيلي هو ينفذ عمليات اغتيال، ينفذ ضربات ضمن محاولة تعزيز الصورة الربعية الشاملة للاحتلال الإسرائيلي أولا، وثانيا لمحاولة الإبقاء على قواعد اشتباك معينة في باقي الجبهات لا تمتد إلى حرب كاملة. لأن باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي إذا ما ذهب إلى قرار الحرب الشاملة هذا لن يكون فقط متعلقا ومرتبطا بالاحتلال الإسرائيلي، سيكون مرتبطا ومتعلقا أيضا بباقي الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والآن الانتخابات الأمريكية على الأبواب باعتقادي حظوظ إمكانية الذهاب إلى تصعيد في ظل حالة الجدال وحالة يعني التجاذبات السياسية الأمريكية قد تكون ضعيفة نوعا ما، لكن الإبقاء على الحرب في قطاع غزة سيبقى هو ضمن الأولويات سواء للإدارة الأمريكية، سواء للاحتلال الإسرائيلي، وسواء لليمينية الدينية وأحزابها بما يمثل إمكانية إقامة الدولة اليهودية من خلال عمليات الإبادة التي تجري من خلال محاولة استعادة احتلال قطاع غزة عسكريا والتمهيد لإقامة الاستيطان في قطاع غزة. أكيد أستاذ سليمان، يعني هناك تسريبات أمنية إسرائيلية لوسائل إعلام أكدت بأن المعركة في لبنان آخذة بالاقتراب رغم أن توقيتها لم يتم إقراره بعد، وأن هناك أمام إسرائيل فرصتين، إما إنهاء الحرب أو انهيار المفاوضات ونشوب حرب واسعة بشكل سريع مقابل حزب الله في لبنان. هل فعليا الأمور آخذة بشن حرب وشيكة في الشمال، وهل هناك فعليا توجهات بأنها هذه الحرب قد تشمل عملية برية؟ نعم، نحن دائما نقول أن الميدان المتحرك قد يحمل مفاجأة في أي لحظة، وبالتالي هناك قراءات بناء على معطيات، لكن في نهاية المطاف عندما يكون ميدان متحرك قد ينزلق في لحظة معينة إلى غير ذات التوجهات التحليلية، لأن هذا الأمر هو مرتبط بأحداث قد تطرأ بشكل مباشر. لهذا السبب لا يمكن أن نقول أنه لا يمكن أن تحدث حرب، أو في ذات الوقت يمكن أن تبقى الأمور على ذات النطاق وذات قواعد الاشتباك التي بقيت على مدار الشهور الماضية من عمر الحرب على قطاع غزة. لكن المعطيات حتى هذه اللحظة والظروف الموضوعية فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني
واضح جدا أنه ما زال هناك انضباط ضمن قواعد اشتباك محددة، ربما ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، لكنها لم تصل إلى لحظة يمكن أن تكسر فيها قواعد الاشتباك. هذه نقطة بالغة الأهمية. حتى ما بعد اغتيال فؤاد شكر، حزب الله اللبناني حتى في رده ذهب إلى رد يعني مركز، رد أراد من خلاله أن يوصل رسائل استخباراتية وأمنية وسياسية وعسكرية وضبط، لمحاولة ضبط إيقاع المواجهة. ولهذا السبب باعتقادي حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نقول أنه يمكن الذهاب إلى حرب شاملة. النقطة الأخرى وهي كما قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية وحالة الانشغال الآن في موضوع الانتخابات الأمريكية الداخلية والرئاسية، وأيضا فيما يتعلق في الأبعاد الجيوسياسية في المنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط، أنا باعتقادي يعني حالة الاحتقان في الشوارع وفي المجتمعات العربية والإسلامية لما يجري من عمليات إبادة في قطاع غزة، كل ذلك باعتقادي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بشكل كبير جدا أنه دون كوابح ودون ضوابط أن تبقى هذه الحرب وهذه المواجهة في الجغرافيا الفلسطينية، هذا يعني أن ذلك سينزلق إلى مواجهة شاملة. هذه المواجهة الشاملة ربما ستكون أولى المتضررين بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مصالحها الاقتصادية، مصالحها السياسية، مصالحها الأمنية والعسكرية في المنطقة. نحن نعلم حجم وتواجد القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي باعتقادي هناك حسابات كبيرة وكثيرة في هذا الإطار. لهذا باعتقادي حتى وصولا إلى الانتخابات الأمريكية التي من المتوقع أن تجري في نوفمبر المقبل، باعتقادي سنبقى نراوح في ذات الخطوط أو خطوط المواجهة ما لم يكن هناك أي تطورات دراماتيكية يمكن أن تأخذنا إلى لحظة فارقة تختلف عن كل التطورات. لكن من الناحية المنظورة، وهذا ربما ما سعت له إدارة بايدن، أن تحافظ على ذات المستوى وتحاول أن تبقي حالة المواجهة ضمن الجغرافيا الفلسطينية. النقطة الأخرى في هذا الإطار أن المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان من المفترض أو من المأمول أن يفضي إلى ربما مخرجات أو منتجات، واضح أنه لأنه أصبح يعني مسارا فارغا من القدرة من الوصول أو تحقيق الأهداف. لهذا السبب باعتقادي أن هذا الأمر أيضا هو سيحدث حالة من خفض المستويات السياسية والدبلوماسية في إطار المفاوضات. ولهذا السبب ستسعى الأطراف الأخرى بشكل أو بآخر لعدم الذهاب إلى مواجهة كبيرة، لأن ذلك يمكن كما قلت في نهاية المطاف أن يحدث إشكالية. النقطة الأخيرة في هذه النقطة في هذا الإطار يعني أن حزب الله اللبناني و يعني الجمهورية الإسلامية طهران، واضح جدا أنهما ينتهجان استراتيجية النفس الطويل واستراتيجية التراكم في التحضيرات لأي مواجهة مستقبلية، وكذلك الأمر خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. يبدو أن لطهران قراءة في هذا الإطار أنها لا تريد أن تشكل هناك ذريعة يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يذهب لاستهداف البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر. لهذا السبب يبدو أنها ستحافظ على قواعد معينة في هذا التوقيت بحثا عن فرص ربما تكون في مراحل أو محصلات أخرى. النقطة الأخيرة وهي المرتبطة أيضا في الحالة الجغرافية الفلسطينية أنا باعتقادي، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو والصهيونية الدينية يعتقدان أنه ربما استمرارية المواجهة مع الفلسطينيين وفي الجغرافيا الفلسطينية سيحقق لهما أهدافا الآن أفضل مما عليه في أي وقت سابق أو لاحق، لأن هناك حالة من كما قلنا مظلة دولية، صمت إقليمي دولي فيما يجري بحق الفلسطينيين، وغطاء شرعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بالسياسة. طيب أستاذ سليمان، يعني دعنا نتحدث قليلا عن موضوع الصفقة والجديدة، هل فعليا سيكون هناك رفض لهذه الصفقة من جديد في ظل الحديث بأن بايدن يدعو إلى جلسة أخيرة من أجل الوصول أو إعداد مقترح نهائي وأخير لهذه الصفقة؟ هناك يعني تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بأن لا يوجد هناك أي تفاؤل فيما يخص الصفقة، وخاصة بعد حديث جانب بأنه إن لم يكن هناك صفقة فسنذهب إلى حرب على الجبهة الشمالية.
هل هناك فعليا تشاؤم أو عدم أي وجود بوادر خير قد تبعث في نفوس الأهالي والجميع أنه من المتوقع أو من الممكن أن يكون لربما هناك اتفاق أو بصيص أمل بما يخص الصفقة؟ نعم، شوف يعني دعينا أن لا نتعامل ونتعاطى بالعواطف في موضوع يعني الأحداث وقراءة الأحداث، يعني وخاصة تجربتنا على مدار شهور الحرب الطويلة تدلل وتدرك ذلك، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن نقول أن الأمل مقطوع، الأمل دائما موجود، ونحن كفلسطينيين أكثر الشعوب التي مرت في حالة من المأساوية منذ العام 48 وحتى الآن من عمر هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الأمل يحدون دائما للتخلص والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي والانعتاق منه، وبالتالي الأمل موجود. لكن حتى هذه اللحظة المعطيات تقول أن لا بوادر يعني قريبة في إمكانية الذهاب إلى توقيع صفقة لعملية التبادل الأسرى أو لنهاية الحرب والانسحاب من قطاع غزة لعدة أسباب أو لعدة عوامل. السبب الأول والعامل الأول هو متمثل بأن الإدارة الأمريكية غير جادة في كل ما تتحدث عنه من إمكانية أن تذهب إلى ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، بل بالعكس هي وربما تصريحات بلينكين وكيربي بالأمس يعني الحديث عن تحمير حركة حماس والمقاومة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات، وأن المقاومة الفلسطينية وضعت شروطا جديدة على الرغم من أن المقاومات يعني قالت أن ذلك غير دقيق وغير صحيح، وأن من وضع الشروط هو بنيامين نتنياهو، وهذا واضح وجلي للجميع. النقطة الأخرى وهو أن الاحتلال الإسرائيلي تمسك واحتل محور فيلادلفيا ومعبر رفح والتواجد العسكري في منطقة نتسريم، ويعتبرهما من الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب، ويرفض الانسحاب أو إخلاء هذه الأماكن، وهذا واحدة من عوامل التي يمكن أن تشكل حالة إفشال لأي جهد سياسي أو دبلوماسي في هذا الإطار. النقطة الثالثة وهي أنا باعتقادي أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو حتى هذه اللحظة استطاع أن يتعامل ويتعاطى مع ضغط الشارع الإسرائيلي بشكل لا يشكل له خطرا كبيرا على أو يهدد مستقبل حكومته السياسية، وهذه نقطة باعتقادي بالغة الأهمية. حتى في ظل وجود المعارضة الإسرائيلية أمثال جانتس وآزجنوت ويائير لبيد كلهم حتى هذه اللحظة لم يصلوا إلى تقديم برنامج أو خطاب يوازي الخطاب الذي يقدمه بنيامين نتنياهو أو يتفوق على الخطاب الذي يقدمه بنيامين نتنياهو، ولم تستطع المعارضة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة إمكانية أن تؤطر الحراك داخل إسرائيل إلى أن يشكل ضاغطا على بنيامين نتنياهو، رغم أن مشاركة الهست دروت يعني في الأسبوع الماضي في يوم للإضراب، لكن هذا الأمر بقي كنوع من الرسائل ونوع من الضغط يعني الطفيف على بنيامين نتنياهو وليس ضغطا مباشرا. النقطة الأخيرة وهي باعتقادي ما لم يكن هناك حالة من التحرك أيضا الإقليمي والدولي بمسعى أن يشكل ذلك إحراجا للولايات المتحدة الأمريكية وللاحتلال الإسرائيلي والذهاب إلى إمكانية إما قطع علاقات دبلوماسية وإما تهديد مصالح أو غير ذلك، سيبقى بنيامين نتنياهو وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي يعتقدان أنهما بإمكانهما فرض واقع جديد في قطاع غزة، وللأسف حتى هذه اللحظة هذا ما يجري، يعني عملية شراء الوقت لإسرائيل للاحتلال الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية هذا هو الذي تقوم به إدارة بايدن، هي تمنح بنيامين نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي متسعا من الوقت لفرض واقع جديد في قطاع غزة عنوانه السيطرة على قطاع غزة، إعادة الاستيطان والدفع بالمواطنين الفلسطينيين للتهجير خارج قطاع غزة. طيب أستاذ سليمان، يعني بني جانتس قال بأنه إحنا تأخرنا في نقل التركيز العسكري من غزة للبنان وإيران، وقال بأنه إيران ووكلائها هم القضية الحقيقية، وأيضا في تصريحاته الأخيرة قال بأنه إحنا ارتكبت إسرائيل خطأ بإخلاء جزء كبير من شمال البلاد مع اشتعال الأعمال العدائية مع حزب الله منذ 7 أكتوبر. في ذات الوقت نتنياهو يقول بأنه يجب عادة السكان إلى الشمال. هذه التصريحات يقابلها صمت من إيران، وتحديدا نحن على ما يقارب 40 يوم من الحديث عن الرد الإيراني بموضوع الاغتيالات.
تمام، فما طبيعة هذا الصمت من إيران تجاه وإذا كل ما يتم تصريحه وقوله من إسرائيل وكل الوزراء في الحكومة وتحديدا نتنياهو بأنه سيكون هناك حرب إقليمية لربما حسب تصريحاتهم في الشمال وقد تشمل يعني عملية برية، كيف يوصف هذا الصمت من إيران؟ دعينا فقط أولا يعني نشير إلى قضية أن قرار الحرب لا يتخذ على الشاشات ولا يعبر عنه على الشاشات، والاحتلال الإسرائيلي عندما يخرج قادته ويتحدث عن الذهاب إلى حرب إقليمية وغير ذلك باعتقادي غير دقيقين في هذا التوصيف في هذا التوقيت. إضافة إلى ذلك إلى أن أمثال جنتس الذي لم يكن له الدور والتأثير حتى في داخل المجلس الوزاري المصغر ومجلس الحرب ما قبل حله وخروجه، فإنه حتى هذه اللحظة هو لا يمتلك القدرة على رسم والتأثير في القرارات الإسرائيلية الداخلية، وجانتس باعتقادي هو أصبح ظاهرة إعلامية أكثر منها تأثير سياسي في القرار الإسرائيلي. هذه نقطة باعتقادي جميعا يعني من خلال قراءاتنا ومتابعاتنا للشأن الإسرائيلي وللمسار السياسي وللسلوك الإسرائيلي يجعلنا نصل إلى هذه النقطة. فيما يتعلق بالموقف الإيراني، كما قلت في نهاية المطاف يبدو واضحا وجليا أن الحسابات لدى الدول تختلف عن الحسابات لدى حركات التحرر والتنظيمات وقوى المقاومة، ولهذا السبب حسابات دولة كطهران تختلف في طاعتها وتعاملها مع أي محطة من المحطات عن باقي الأطراف الأخرى أو المحاور الأخرى. النقطة الثانية في هذا الإطار وهو أنه محود في العقلية السياسية والاستراتيجية الإيرانية أنها تتعامل في النفس الطويل وهي تراكم الإنجازات ولا تسعى إلى هدم الإنجازات التي يمكن أن تحققها. هذا الأمر ربما شاهدناه على مدار 20 أو 30 عاما الماضية، وتعرضت الكثير من ضربات واغتيالات حتى في أرض طهران وفي أكثر من محطة لشخصيات ممن هم أيضا من العلماء في البرنامج النووي الإيراني. لذلك هي تحاول أن تحافظ على استراتيجيتها ورؤيتها باتجاه التعاطي وعملية بناء القوة الاستراتيجية بالنسبة لطهران. النقطة الأخرى في هذا الإطار وهو يمكن أن يكون هناك قراءة أو دراسة بناء، وهنا يعني نستشف من التصريحات والمواقف الإيرانية، قد يكون هناك قرارا في الذهاب إلى رد على عملية الاغتيال التي جرت لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أرض طهران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن شكل وطبيعة هذا الرد وتوقيت هذا الرد لا يمكن أن نتعاطى ونتعامل معه على أنه يعني معلوم، وبالتالي هنا تحاول أن تحافظ ربما طهران لنفسها لمعادلة المفاجأة، لمعادلة الضغط النفسي، لمعادلة الاستنزاف النفسي، كل هذه الأمور. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الإطار وهو يعني دعيني أشير أن هناك جزء من الواقع السياسي هو ما يمكن أن يسمى بالصفقات السياسية، بمعنى آخر أن يكون هناك صفقات سياسية تجاه الحصول على مكتسبات وأهداف مقابل أيضا التراجع عن خطوات معينة، وبالتالي قد تكون طهران تطرح هذا الأمر، وهذا كان واضحا خلال الفترة الماضية وظهر في إمكانية أن يكون هناك جزء من هذا الطرح فيما يتعلق بمستقبل الحرب على قطاع غزة مقابل عدم الذهاب إلى رد إيراني، أو فيما يتعلق بموضوع العلاقات السياسية الإيرانية الغربية وموضوع البرنامج النووي الإيراني. كل ذلك باعتقادي هو لا يمكن أن يكون خارج الحسابات السياسية والدبلوماسية والمصالح في أي خطوة من الخطوات وفي أي قرار من القرار، لأنه في نهاية المطاف قرار الحرب ليس قرارا سهلا، خصوصا عندما نتحدث نحن عن جبهات الآن خارج الجغرافيا الفلسطينية لن يكون الأمر منحصرا ومنضبطا بالاحتلال الإسرائيلي، سيكون هناك الكثير من المفاعيل والكثير من الأطراف الذين سيكون لهم التأثير والتأثر في أي مواجهة مستقبلية، وبالتالي يمكن أن تكون هناك أيضا مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية في هذا الإطار، وبالتالي لكل طرف من أطراف حساباته الدقيقة قبل الإقدام والذهاب إلى أي خطوة بهذا الاتجاه. أكيد كل الشكر للباحث والمحلل السياسي الأستاذ سليمان بشارات، كان وأيانا في برنامج طلة فجر لهذا الصباح، مشكور وانضمامك معنا في هذه القراءة التحليلية، وتحديدا بعد ما جدت نتنياهو من تهديداته وتوجيهه للجيش لتغيير الوضع في الشمال. مشكور أستاذ سليمان أكيد، ومتواصلين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا حاليا في برنامج طلة فجر.